كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. راح أحكي عن الديرما بين. قد يسبق جلسة الديرما بين تحضير للجلد والبشرة للمنطقة اللي بدنا نعملها، وخصوصا منطقة الوجه. ممكن نستخدم غسول مناسب، كلينزر مناسب لكل نوع بشرة، تونر مناسب لكل نوع بشرة، استخدام مقشر مناسب. يتم إزالة الخلايا والجلد الميت. ممكن نستخدم البخار لتفتيح المسام، في ممكن سكرابر، جهاز سكرابر لإزالة الدهون الموجودة بالبشرة سواء كانت رؤوس بيضاء أو سوداء. ممكن نحط ماسك على البشرة محدد لكل نوع من أنواع البشرة. ممكن نستخدم هاي فريكوينسي لقتل البكتيريا الموجودة على سطح الجلد، لأنه في كتير أنواع بكتيريا مثل كوريني باكتيريوم أكني موجودة على الجلد بشكل متعايش مع الجلد. لما تضعف مناعة الجلد بسبب أو الثاني وبشكل أو بآخر، فممكن تنشط، وهي بالعكس بالأصل بالمجمل ممكن ما تسبب لي أي شيء. طبعا ممكن نستخدم مثل ما قلنا الجهاز هاي فريكوانسي لقتل البكتيريا، بيساعد على تضييق المسام، يمنع ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد. يستخدم تمام في حالات انتفاخ العينين والهالات السوداء. طبعا الأكيد الفوائد تظهر مع استمرار الجلسات، أكيد بيصير تنشيط للدورة الدموية. ممكن نسبق الجلسة الديرما بين تنشيط للدورة الدموية وشد البشرة عن طريق جهاز ألتراسونيك. ممكن نستخدم جهاز ليد لايت فيست باستخدام كل لون حسب نوع واحتياجات البشرة من ترطيب وتوحيد لون البشرة. ممكن نعمل مساج للبشرة. هلا فوائد الديرما بين، وممكن نرفقه مع ميزوثيرابي، ممكن نرفقه مع بلازما. تخفيف التجاعيد، وهي رح نحكي عن التجاعيد السطحيه مش التجاعيد العميقه، علامات تقدم العمر، ازاله التصبغات الجلديه والكلف، معالجه اثار حب الشباب، معالجه تشققات الجسم، اعاده نضاره الجلد وحيويته وشبابه، تنشيط الدوره الدمويه، معالجه المسام الواسعه وتحسين شكلها. ممكن يزيد سماكة البشرة، فالناس اللي وجههم شوي نحيف البشرة رح تزيد سماكتها، فنعتبر انه عالج شوي مشكلة نحافة الوجه، وهذا الشيء نسبي. هذا الموضوع هو مو بس مجرد جلسة بتنعمل، هو نقطة تحول لبشرتك، قد تغنيك عن استخدام الميك اب والفاونديشن، وحل لانه بحل كثير من مشاكل البشرة. طبعا اكيد لازم يكون شخص بروفيشنال، مثل ما قلنا ممكن نستخدم مع بعض السيرومز، ميزو ثيرابي، بلازما. عادة فوائد الجلسة مثل ما قلنا تفتيح ونضارة البشرة وتوحيد لونها، تخلص من آثار حب الشباب، تخفيف الخطوط الرفيعة والتجاعيد البسيطة، تقليل المسام الواسعة المزعجة، تخفيف الهالات السوداء بشكل ملحوظ، توريد ونضارة البشرة، علاج بعض الندبات والتصبغات الجلدية. بالمجمل هو جهاز بسيط الديرما بين، جهاز بسيط بيعالج كتير من المشاكل، بسيط ولكن فعال، وقد ما استاد خبرة الشخص أكيد فينه يبدع، لو قلنا يبدع بهذه الكلمة، يبدع بشكل أنه يعطي آثار أو نتائج كويسة على البشرة. عادة رح نحكي الجانب العملي بفيديو تاني. يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل بعض الأمراض الجلدية. بالمجمل أكيد علاج نضارة البشرة أو علاج مشاكل البشرة اللي تنطوي كلها تحت مشكلة النضارة، نضارة البشرة هي مسمى عام، تنطوي ما يكون في مسام واسعة، ما في رؤوس سوداء، ما في رؤوس بيضاء، ما في تصبغات، ما في خطوط رفيعة، أي مشكلة بالبشرة ما بتنضوي تحت مشكلة نضارة البشرة. علاج التشققات الجلدية الستريتش ماركس، تحفيز نمو الشعر، الخطوط البيضاء والحمراء في الجسم، الفزر الحملية الستريتش ماركس، الندب سكارز بأنواعها، ولكن كل مشكلة الندب تتعالج لحالها بالديرما بين، ولازم نعرف أنه في وقت كبير لنستخدم شو يعني في وقت، يعني في جلسات كثيرة، والانترفر بين الجلسات يتبع حسب الحالة، يتبع
يتبع عمق الإبرة اللي استخدمناه وشو استخدمنا معه وإجراءات تانية، علاج المسام الواسعة، علاج التصبغات الجلدية. الفرق بين الدرما بين والدرما رولر هو أكثر فعالية أكيد، بيدخل بالأبر، بتدخل بشكل عمودي وهذا له تأثير أكبر. عادة فيك تستخدم لبعض المناطق مثل حول الفم والأنف بسهولة. عبدة قبل استخدامه بفترة لازم ما يكون خضعت إلى تقشير عميق لا ليزر. الكريمات، بعض الكريمات ممنوعة مثل الريأكيوتان، الريتان، الحبوب عفوا هون عم نحكي، وبعض الكريمات بتعمل تقشير عميق أو جلسات التقشير العميق. أكيد تغذية جيدة، فيتامينز عم تأخذوا، شرب كمية كافية من السوائل. إذا البشرة ملتهبة أكيد ما بيصير لأنه بينشر الالتهاب. إذا البشرة فيها بعض أنواع حب الشباب العميق الدمامل أكيد مش رح تشتغل عليها. البشرة الجافة كتير أكيد لازم تعالجوها موضعيا، وشرب كمية كافية من السوائل لأنه بعد الجلسة رح يصير في جفاف بالبشرة. أكيد رح تستشيري طبيبك قبل، تخبري بكل شيء قبل، خلي يكون ميديكال هيستري واضحة بالنسبة ل البشرة. طبعا أكيد المكياج العطور بعد الجلسة، قبل الجلسة عادة لازم هذا إجراء، لازم يكون في تنظيف جيد. اليدين، استخدم جلافز، غسل الوجه والبشرة بالماء وتجفيفهم عادة، استخدام كريم مرطب مطهر موضعي، كريم مطهر موضعي قبله، ممكن استخدم مخدر موضعي. تمام، أكيد تمرير على كل مناطق الوجه، الخد الأيمن، الخد الأيسر، الجبهة، حول العينين، الأنف، الذقن، وهو علاج كتير كويس، علاج كتير كويس وفعال. أحد الصيحات هلأ تعالج كتير من مشاكل التجاعيد الذقن والرقبة باستخدام الدرما بن، مثل ما قلنا الندبات، علاج الندبات، نضارة الوجه، نضارة البشرة، التشققات الجلدية، الشعر، الخطوط الحمراء والبيضاء، الندب، المسام الواسعة والتصبغات الجلدية. طبعا الإبر إلى مقاسات 12، ممكن يكون 9 أو 36 عددهم وطولهم، عددهم وطولهم. النضارة مثل ما قلنا كلمة واسعة تنضوي تحت هذا المسمى، لمسام واسعة، لتصبغات، لا كلف، لا نماش، لا حبوب، لا رؤوس سوداء، لا رؤوس بيضاء، لا تجاعيد، كل هاد نضارة البشرة. عادة بنشط الدورة الدموية، فعادة رح تنضف البشرة من هذه الشوائب اللي تنعكس على البشرة. هذه الثقوب اللي تنعمل رح تحفز إنتاج الكولاجين والإلاستين، لهيك بيزيد نضارة البشرة. التشققات الجلدية ستريتش ماركس هي شقوق أو ندب، سكارز في الأدمة بالدرمس دون البشرة. هاي بتصير الجلد، بيصير الجرح من تحت والبشرة محمية، عكس الجرح اللي بيصير مثلا أو الندب اللي بتصير بسبب مثلا لسبب أو للتاني بيجتاح البشرة والأدمة، الأبيديرمس والدرمس هون بالعكس. فعادة في أنا عندي جرح بيتشكل بخلال هذه التشققات الجلدية في الأدمة وعندي بشرة حاميته لهذا. لما بتستخدم هذه الدرما بين وهذه الإبر، أي مشكلة ندبة هي الألياف الكولاجين بتكون فيها متشابكة، مثل الواحد لما في مثلا أو بعد الحمام شعره منكوش، تستخدم المشط للتسريح وبتخلي الشعر باتجاه واحد. هذا الدرما بين لما بتعمل هذه الثقوب، أنت عم تعمل ثقوب، عم يتولد كولاجين بشكل ممنهج، بشكل متوازي، وبتخفف تشابك الكولاجين السابق، فبيطلع كولاجين جديد، وهذا بيعطي مظهر للندبة وقد يؤثر على لون الندبة. ممكن نستخدم إجراءات تانية معها مثل الميزوثيرابي، مثل الفراكشنال، مثل البلازما، مثل استخدم السيليكون كباتش، مستخدم السيليكون بأول فترات كجل عادة. وبالنسبة للشعر عادة أي شعرة بتسقط فعادة الدورة الدموية حول الشعرة بتتعب، فلما أنت عم تستخدم الديرما بين فحيحفز الجريان الدموي في البشرة، فأكيد راح
تتنشط. كمان مثل ما قلنا الفزر الحملية، الفزر الحملية ستريتش ماركس بعد الولادة، بعد الحمل يعني، بعد نقصان الوزن، زيادة الوزن السريع ونقصان الوزن السريع، علاج الندب كمان والمسام الواسعة، الندبات حكيت عنها بشكل عام. بالنسبة للمسام الواسعة لما أنت عم تعمل هذه الثقوب بالجلد بالدرمابان، عادة الجلد رح يولد كولاجين ليسكر هذه الثقوب، فالمسام رح تتسكر. التصبغات الجلدية بشكل أو بالتاني بيزيل جزء من الخلايا، تمام، بيزيل جزء من الخلايا التي تحوي على هذه التصبغات. إذا مثل ما قلنا طبعا علاج آثار الحبوب عن طريق إنتاج مادة الكولاجين الإيلاستين يعالج آثار الحبوب بشكل ممتاز بوقت قصير، تفتيح البقع الداكنة عن طريق إزالة خلايا الخارجية، إنتاج طبقات جديدة، الدرمابين لتوحيد لون البشرة، يستخدم لعلاج تصبغات وتوحيد اللون وإعطاء مظهر جذاب، قد يترافق مع البلازما، قد يترافق مع الميزوثيرابي لعلاج التجاعيد وارتخاء الجلد عن طريق تحفيز الجلد لإنتاج الكولاجين المسؤول عن منح الجلد السماكة والكثافة ومظهر مشدود، علاج المسام عن طريق انقباض فتحات المسام وتصغير حجمها بشكل ملحوظ، الدرمابين للكلف، إزالة البقع البنية المعروفة بالكلف، وهون رح نقول عن نسبة، ما رح ناخذ نتيجة كاملة لأنه الكلف له أسباب كثيرة، له علاقة بالهرمونات، له علاقة بالحمل، له علاقة بتعاطي حبوب منع الحمل، طبعا النمش، علاج التعرض المستمر، التصبغات نتيجة أشعة الشمس عن طريق إزالة الطبقة الجلد المتضررة وزيادة إنتاج الكولاجين بالبشرة، ممكن نستخدمه للشفاه، المناطق حول الشفاه ممكن نستخدمه لعلامات التمدد والفزر اللي بتصير بعد الحمل، بعد الولادة، بعد نقصان الوزن السريع، زيادة الوزن السريع عن طريق تحفيز إنتاج خلايا جديدة، مثل ما قلنا أكيد الأساس هو توليد الكولاجين، بيساعد على إزالة آثار حب الشباب عن طريق تنشيط الدورة الدموية داخل هذه الأنسجة، يستخدم إزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة، علاج المسام في مناطق الوجه تيزون، الحفاظ على شباب البشرة وشد عن طريق شد البشرة والجلد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين، للشعر في علاج حالات الصلع الثعلبة عن طريق تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز تكوين شعر جديد وتقليل التساقط. هلا الثعلبة هي عادة ممكن أحكي عنها بفيديو لاحق، ولكن عادة هي مرض مناعي مندور على أي سبب بالجسم، جراثيم، تسوس أسنان، ما شابه ذلك ممكن أحكي عنه. عادة المنطقة بيتساقط فيها الشعر بسبب مناعي الجلد، بدل ما يهاجم أو لنقول شكل الجراثيم بالجسم، لنقول عمل الجسم ضد أنتي بوديز، عادة بدل كمان ما هذه الأنتي بوديز تهاجم الشعر وبيتساقط. فعادة تحفيز الدورة الدموية له دور بعلاج الثعلبة، فتح المسام له دور بعلاج الثعلبة، حكيت عن التشققات كيف بيعالج التشققات والتمدد، بيؤدي إلى تحفيز الدورة الدموية بهذه المناطق، تحفيز إنتاج الكولاجين والإلاستين، وغالبا ما تظهر النتائج بعد مرور 6 أسابيع. في علاج الحالات السوداء حول العينين، التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين، استخدام الدرمابان في التخفيف من الهالات والإحساس بالتعب والإجهاد في مناطق حول العينين، الجهاز الدرمابان مثل ما قلنا ممكن نستخدم معه جهاز بسيط كتير، ممكن نستخدم معه مواد تاني وفوائده ممكن عم تتكرر، ولكن أنا بشكل أو بالتاني عم حاول أنا أشرح ليش كل مرة عم بحكي عنهم، عم بحاول أشرح أنا
ليه؟ نضارة الوجه، حبوب، الحبوب البسيطة. هلا إذا كان عندك حب شباب بسيط ممكن يساعده، ولكن إذا كان عميق دمعمل الحب الشباب أنواع كثيرة، العميق منها أكيد ما راح لأنه يمكن ينشر الالتهاب عادة. أهم شيء أنا بشوف بيضيق المسام الواسعة، خصوصا ممكن نستخدم بعض المواد من جلسة واحدة، ممكن تلاحظي تقبيض بالمسام بنسبة كبيرة. أكيد في هو أحسن من الديرما رولر، وعادة أكيد في مثل ما قلنا في لازم بعض التوصيات قبله كتقشير أو ليزر قبله، الفيتامينز تكون تغذيتك جيدة، ترطيب جيد، البشرة ما تكون جافة، طبعا ما يكون فيها مشاكل. عادة مثل ما قلنا أهم هو كتير من الديرما رولر. خبر طبيبك أو خبري طبيبك عن استخدامك لأي شيء أو أي مشاكل جلدية قد تكونين تعانين منها، أكيد رح يحسن ملمس الجلد ويجدد خلايا البشرة ويزيد التصبغات وتغذية وترطيب البشرة، علاج التجاعيد والحفر والندبات والهالات. قد يرافقه استخدام بعض المواد، استخدام البلازما للشعر، استخدام الشعر كمان ميزو سيرابي، الخلايا الجذعية كله ممكن نرفقها معه جلسات نضارة البشرة بالبلازما، جلسات الميزو سيرابي لعلاج أثر حب الشباب، ممكن ترفقوه مع كتير شغلات وإجراءات تاني. عم حاول شوف المشترك بيناتون، عم حاول شوف المشترك بيناتون. مثل ما قلنا بتحاول بشكل أو بالتاني بتحفز نمو الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتساقط الشعر لأسباب كتيرة، الصلع الوراثي شوي الموضوع، خفف التجاعيد البسيطة السطحية الخفيفة بالجلد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، تحفيز الدورة الدموية. الأبسط شيء بالنسبة له بيعمل مثل مساج للوجه، ممكن ترفقها ببعض الكريمات، الندبات السطحية المسام بيقلل فيها، والمسائل التجاعيد الكبيرة أكيد لا. طبعا شيء تاني هون بحكي عنه عن السليولايت، السليولايت هي بحث ومشكلة كبيرة كتير معظم الناس بيعانوا فيها وخصوصا قليلي الحركة، تغذيتهم سيئة. بيساعد كمساج للتحفيز الدورة الدموية، تحفيز إنتاج الكولاجين بيزيد لأن المنطقة اللي فيها سليولايت هي عادة بيكون الجلد فيها رقيق. مثل ما قلنا علاج الكلف، أنا متحفظ على الموضوع، تصغير المسام الواسعة أكيد، الندبات الجراحية. إمتى هون مضادات الاستطباب، إمتى يفضل عدم إجراء جلسات الدرمابين؟ سيدات الحوامل اللذاتي تعانين أو الذين يعانون من حب الشباب النشط الفعال العميق اللي فيه قيح كتير لأنه ممكن ينتشر القيح اللي مترافق بالتهاب عميق والتهاب منتشر، فأكيد لا. بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما الوجه أو الوردية اللي عندهم مشاكل بالبشرة أو عندهم مشاكل ضعف التئام بالجروح مثل الأهلر دانلوس وما شابه ذلك، اللي تعرضوا الجلد لإشعاع بآخر بيسبقوا ب 12 شهر، يعني قبل الجلسة ما لازم تكون متعرضين لإشعاع. طبعا ممكن يصير احمرار بسيط بالجلد بعده، تقشر يزول بمفرده أو باستخدام، هلا عادة لا أكيد ما رح نتركه بمفرده لأن عادة الثقافة الطبية ما ممكن تكون واضحة عند الكل. مثل ما قلت هو جهاز صغير على هيئة قلم، توضع عليه أبر صغيرة بمقاسات مختلفة وأعداد مختلفة، يعالج الندب والحفر الموجودة عن طريق إنتاج مزيد من الكولاجين لعلاج ترهل الجلد وإصلاح هذه الندب. وظيفة الدرمابين هي إجراء جروح صغيرة وخدوش في هذه البشرة، فبيولد قنوات بالجلد لنقول هيك أحسن ما نقول يفتح المسام بالجلد، لأنه آخر شيء هو بيعالج المسام المفتوحة الواسعة وبيضيقها. تبدأ البشرة الأدمة
كمان إنتاج خلايا جديدة، تنشيط الدورة الدموية في محاولة منها الإصلاح هذه الخدوش والجروح، وبالتالي تصبح البشرة أكثر نضارة وحيوية. من جديد، فوائد درمابين التخلص من ترهلات البشرة، التجاعيد، علامات تقدم العمر، تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين، وهما العنصران المسؤولان عن تجديد خلايا البشرة ومرونتها والحفاظ على شبابها، إضافي إلى تحسين الدورة الدموية، زيادة الأكسجين بالخلايا، زيادة إنتاج الكولاجين، زيادة إنتاج الأكسجين، تخلص من تصبغات البقع الداكنة في البشرة، وذلك من استبدال الخلايا بجديدة أفتح وأكثر حيوية. تعمل الدرمابين على التخلص من أثار الحبوب والندبات من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين، تحفيز البشرة لعلاج الحلول للجروح التي تسببها، فبيعطي بشرة أكثر نضارة. أكيد لنا تصبغات، ندب، آثار حب شباب، نضارة، حيوية البشرة، شد الجلد، تصغير المسام. هذا كان الفيديو الخاص، فيديو شامل عن الدرمابين. تابعوا الفيديو اللي بعده رح يكون عملي ممكن بلكي بأقرب وقت. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.